الطائرة كان على متنها 68 راكبا، منهم 19 أجنبيا لم يصابوا بأي أذى جسدي أو نفسي. الحادث حسب مصادر في المطار كان نتيجة هطول الأمطار بكميات كبيرة وقوة الرياح في انتظار فتح تحقيق في الغرض. وقعت عملية انزلاق يعني لبعض على بعد بعض الأمطار، المهبط بتاع الطائرة يعني كان مبلول. حاليا فما عملية تدقيق على مستوى سلطة الإشراف وكذلك على مستوى الخطوط التونسية، على مستوى مجمع الخطوط التونسية، وإن شاء الله معناها في الأيام القادمة نعرف معناها السبب. وقد توقفت حركة الطيران في مطار جربة جرجيس الدولي إلى حين إخراج الطائرة من المكان الذي انزلقت إليه، لكن مع ذلك أمكن تأمين الرحلات التي كانت مبرمجة. وقع تأمين معناها الرحلات اللي كانت من المفروض مبرمجة من مطار جربة، وقع تأمينها عن طريق مطار صفاقس، وساعدت جهود جيشنا الوطني إن شاء الله باش يقع معناها رفع الطائرة، وإن شاء الله معناها الحركة ترجع عادية على مستوى مطار جربة وجرجيس. الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ مساء الأمس على كامل تراب الجمهورية تقريبا، والتي استبشر بها العديد من الأهالي والفلاحين، يمكن أن تسبب مثل هذه الحوادث.